كيف حالك يما؟ ذلك الصوت الحنون المرتجف لن يخفى على أحد، فصاحبته هي أيقونة الفن الوطني الملتزم ونبراس للإبداع الفني بنكهات وطنية. لم تثنيها يوماً الإغراءات المادية أو الشهرة عن مواقفها وثوابتها الوطنية التي لطالما آمنت بها، فعملت لفلسطين التي تنتمي إليها من جهة والدتها، وجسدت بحرفية عالية دور الأم الفلسطينية، بل باتت يشار إليها بالبنان بأنها خير من جسد هذه الأدوار. جولييت عواد فنانة أردنية أيقونة من مواليد عمان عام 1951 وزوجة الفنان الراحل جميل عواد. نالت شهادة البكالوريوس في التمثيل والإخراج، ومن ثم الدبلوم العالي في مسرح الأطفال. انتسبت إلى رابطة نقابة الفنانين في الأردن، وتعتبر من الشخصيات النسائية الرائدة على مستوى الوطن العربي. عملت في التمثيل والإخراج، ولها العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية التي اكتسبت شهرة واسعة، منها مملكة النمل، نمرو ابن عدوان، الكف والمخرز، والعمل الأكثر انتشاراً وتأثيراً كان التغريبة الفلسطينية. لا لا لا، ليش حسن عايش يما؟ أنا عارف كلبي هون انه عايش، وكلبي لم بكذبش. على كلب تعرف مطرح كبره، لابكي لكم وابكي لروحي. نالت جولييت العديد من الجوائز عبر مسيرتها الكبيرة، منها جائزة أفضل ممثلة في مهرجان المسرح الثاني عام 1992، كما جرى تكريمها عام 2012 في مهرجان تايكي من ضمن الفنانات الرائدات عربياً. لم تكن فلسطين أو غزة بعيدتين يوماً عن نشاطات جولييت، فهي دائمة العمل من أجلهما، وهي قريبة من كل ما يعلي قدرهما، وبعيدة كل البعد عمن يطعن فيهما أو يدعو إلى التطبيع مع مختصي بهما فنياً أو عملياً. حفظ الله نجمتنا جولييت وجعلها دوماً رمزاً وطنياً وقامة فنية عالية. Yeah.